معنا لقاء مع أول الدفعة أو أول قسم العام هشام السيد. كلمنا عن إحساسك وشعورك النهاردة وأنت أول دفعة كلية الشرطة. طبعاً أنا فخور إن أنا الأول على كلية الشرطة. طبعاً إن أسلم على الرئيس سيادة الرئيس دي خطوة بتحمسنا وتدينا حافز كبير لحياتنا بعد كده. خطوة يحلم بها كل طلبة كلية الشرطة إن يطلع الأول على الكلية ويسلم على سيادة الرئيس. وطبعاً ده شرف لأي أسرة في مصر طبعا هو يسلم على ابنهم يسلم على سيادة الرئيس. نتكلم بقى عن هشام ما قبل 4 سنوات غير هشام اللي هو موجود دلوقتي في التخرج بعد 4 سنوات. ما التغيير الذي حصل؟ فكرك بيتغير وكذلك طباعك. خليك قد المسؤوليه وتتحمل الصعاب. خليك قادر انك تواجه اي مشكله في حياتك. التدريب داخل كلية الشرطة، كلمنا عن التدريب الميداني والتدريب العلمي. كلية تقسم لشقين بالنسبة للقسم العام، كذلك قسم الشق تدريبي وشق تعليمي. مش لازم تكون شاطر بس في الشق التعليمي عشان ترتب، لا بالعكس لازم تكون برضو مواكب بالاثنين، الشق التعليمي والشق التدريبي. الشق التعليمي عندنا بندرس 4 سنين مواد قانون، كذلك مادة حقوق الإنسان. مادة حقوق الإنسان بتدرسها 4 سنين، كل سنة بتدرسها. المادة دي بتخليك تتعامل مع المواطنين وتواكب الحضارة والمصر. وطبعا بالنسبة للشق التدريبي عندك ميادين في كل الكلية، كده ميادين أسلحة ورماية ولياقة وضاحية. الميادين التدريبية الموجودة داخل أكاديمية الشرطة بتحاكي في صعوباتها الواقع العملي؟ طبعا. يعني بتخلي الخريج قادر ان هو يخرج بيتعامل مع كافة الصعوبات والمستجدات الأمنية. هي بتغيرك، بتخليك تواكب الواقع بره، ليك تتدرب على كل اللي هيحصل مع الضابط الشرطة طبعا بره في الواقع. من تدريب رماية بتخليك تضرب وانت رماية مفتوح ورماية مغلق، وكذلك في الأسلحة برضو يعلمك ازاي تفك وتركب السلاح. فيما يتعلق بقى بالتخصص الوظيفي، يعني التخصص الوظيفي بنقسم في الكليه لاربع اقسام: امن عام. اتفضل تكمل. امن عام، امن مركزي، حمايه مدنيه ومرور. الكليه ايضا بتخليك كل سنه بتطلع تتدرب بره في المراكز والاقسام وقطاعات الامن المركزي، وكذلك في الشارع بالنسبه لتخصص المرور. شكرا هشام والف مبروك يعني.